الانطلاق رفعت الراية البيضاء وانطلقت الجياد والأفراس السعودية عمر الأربع سنوات التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة تتنافس في هذا الشوط على مسافة 1650 متر، وفي مقدمة هذه الجياد والأفراس بسمة لما تتقدم في البداية، فيما منافسة من الجواد عال العال الآن في المركز الثاني، بسمة لما تتقدم للمركز الأول، ومنافسة تأتي أيضا من الجواد سيبوي للمركز الأول الآن، سيبوي والجواد أو الفرس بسمة لما للمركز الثاني، سيبوي للمركز الأول، ويبتعد بمسافة طولين عن أقرب منافسية لبسمة لما وسيبوي في المركز الأول، فيما المركز الرابع والمركز الثالث ولد الجزيرة سيبوي للمركز الأول بقيادة جياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات التي لم تكسب في مشاركته السابقة. سيبوي للمركز الأول، منافسة تأتي أيضا من ولد الجزيرة، ومنافسة من بسمة لما مع دخول الجياد والأفراس المنتجة محليا. الخط المستقيم، سيبوي يتراجع ويتقدم أو تتقدم بسمة لما للمركز الأول في هذه الأثناء، لازال سيبوي في المركز الأول. سيبوي ما شاء الله في المقدمة والأمتار الأخيرة ما شاء الله، والدخول الآن من رقم 15 مجددا، لكن يتأخر والمسافة لم تكن تسعف في اللحظات الأخيرة. إذن سيبوي